هاي جايز، كيفكم؟ هلا رايحين انا وميدو حتى نجيب القماشه يلي لونها زهري اللي بدنا نعمل فيها الغرفه السريه باللون الزهري لبيسو، وبعدين بدنا نروح نجيبها من المدرسه. يلا امشوا روحوا معنا. باي. اشترينا القماشه. يلا بيسا فوتي غيري ثيابك والبسي بيجامة البيت، بس البسي شي لونه زهري لحتى اقلك شو بدنا نعمل اليوم. جاهزة؟ جاهزة. بيسا وميدو ام بي. ماما شوفي انا البسي كنزة زهرية، هاي انا اشلك عليها. ما بدك تفهمي ليش خليتك تلبسي كنزة لون زهري؟ بلا. بيسو على طول بتحب تلعب العاب هيك، بتعمل مخدات انه بيت، او بتعمل مثلا على الطاوله الصغيره تتخبى تحتها انه هي متخبيه وعم تلعب بغرفه صغيره، هيك غرفه سريه. فخطر ببالي انه اعمل لها هون على الطاوله، تحت الطاوله يعني، غرفه سريه باللون الزهري. ومثل ما شفتوا انتوا قبل شوي صورت لكم، رحت اشتريت هذا الشرشاف يلي بدنا نعمل فيه هون الغرفة السرية. ليكي ليكو شو كبير جبته، بعدي فردي فردي رجعي مسكيه من هني. شوفوا انا من عندي من هون، ليكو قديش كبير. هلا بدنا نقصه ونساوي هاي الطاولة كلها لون زهري. نقيم الكراسي، هاتي نقيم القماشة بالاول، فهون فوق حطي الكرسي جنب هداك، وهي كمان هاك، وهون منحط واحد، وهذا بنرجع له هون. خلص هون كافي هيك. بدي قصها من هون وقص كمان طرف تاني من هنيك وطرف تاني من هنيك. هلا بتشوفوا كيف. لك شو عليكي. شوفوا يا جايز، هلا هيك لزقت نص الطاوله، لزقتها هيك من فوق وثبتت القماشه. هلا بي علينا النص الثاني، وهيك صارت الغرفه السريه باللون الزهري تبع بيسو. ليكو لمدخل من هون ومدخل من هنيك نفسه. زري شو ناقصها لسا؟ شو؟ ناقصها لسا إضاءة، نركب ضو لون زهري. يا الله ما في عنا. امبلا في. هلا شوفوا. شوفوا عبين ما أنا عم بعمل تجهيزات الضو هون، بيسو وميدو قاعدين عم ياكلوا شيبس وما بدهم يطلعوا من الغرفة السرية. حبيتوها؟ حبيتها ميدو؟ بدك تطلع من هون؟ لا. بدك تطلع؟ لا. يلا خليك. شو بقي ناقصنا؟ ألعاب. هون بدنا نحط شيء على مثل البوكس. ايه بدنا نحط شيء على الارض مشان يعدوا عليه، وبدنا نجيب هلا الالعاب. وبيصل اليوم عندك هوم وورك، هلا بدك تكتبيه بالغرفه السريه باللون الزهري. وهيك صارت النتيجه الغرفه السريه تبع بيصل باللون الزهري. وهلا بتشوفوا بيصل وميدو قاعدين جواتها. يلا فوت انت كمان. بدي نام فيها، بدي اكل فيها. ايه بدك تعيشي فيها هلا 24 ساعة. هي مية تضل في 24 ساعة. بدك تشتري لي هدية؟ ايه بدي اشتري لك مكافأة. هي انا التحدي. شو؟ ما حخسر ابدا ابدا ابدا. وانت بدك مكافأة؟ حيشتري اكيد. يلا فوتي لشوف شو بدك تعملي. العبي بالاغراض اللي حطيت لك اياهم. هاي يويو. شوفي بقلبها شنطايتك هاي يويو. ياي شايفه فيها قلم حمرا كمان. هذا القلم الحمرا مو حقيقي، مو حقيقي. ما بحط؟ اه بلاستيك ما بيعمل شيء. وهديك شو هديك القنينه هاي؟ شو هاي القنينه هاي اللي هون؟ هاي عطر، هاي قنينه مي. هاي السياره ايه ميدو ما عنده سيارة لون زهري، فهيك حطينا له اورنج مشان ما يزعل. لازم نعمل غرفة سرية لميدو كمان. شلون راحت عن بالنا؟ كان لازم نعمل غرفة سرية لميدو وغرفة سرية لبيسو. بس هلا ميدو لساته صغير ما حيفهم هالشغلات ليكبر شوي. فرجينا مقلمتك، شوفي بقلبها تبع المدرسة. في بقلبها دحل. هاي دحلي. في عندي كثير دحل، وهذا دفتر. يا عيني، هذا دفتر اللاكي كورن، هذا اللي جبت لك اياه مكافأة الصيام، اخذته من على الشجرة. ليكو شو في معه الوان بيسان. وفي هون ايه هذا القلم اللي جبت لك اياه، هابي فيس. واو. عادي هلا العبي شوي وهي، وبعدين بتكتبي الدرس. اوكي اوكي. شوفوا رح العب اليويو.
يلا صجع، واحد اثنين، برافو. شو عم تحطي؟ فضة الشنطة هاي بيسان كان في بقلبها هدول، بتحط فيهم الوان وما الوان، وعم تعبي فيها اشياء هيك بدونها. هاي الشنطة عرفتوها يا وحدة تبع الالوان. وهون شو حاطة؟ حاطة الببقات والألعاب، وحاطة هدول الدحاحل قلل. شو بتسمون انتو ببلدكم؟ الناس بتقلها قلة، الماس تبعها لبنانية بتقلها قلة. انتو شو بتقولوا لها؟ هاي اكتبوا لنا بالتعليقات ولا تنسوا اللايك. شو رأيك هلأ بس لحتى يجي أبوكي نعمل فيه مقلب؟ تختبئي هون ومنطفي الأضواء ومقلون بيسان ما عاد لقيت بيسان، وين اختفت بيسان؟ ومنخليه يدور عليكي، ما حيخطر له هو انه انت متخباية هون، انه نحن عاملين غرفة سرية باللون الزهري، لانه انا ما قلت له. ايه بس ميدو هلا بيخرب لي اياها. لا ما انت حتتخبي انت وميدو، بقول له بيسان وميدو اختفوا ما عاد لقيتهم، وين راحوا؟ بيدور عليكم، بيدور عليكم بكل البيت، ولنشوف اخر شيء حيلاقيكم او لا. اكيد لا. شو رايك بهالمقلب؟ انتو يا جايز تابعونا لتشوفوا شو حيصير معنا بهالمقلب، يا ترى حيكون حلو ولا لا؟ اكيد حيكون حلو. هلا بنشوف بيسو خانوم. هلا وقت الهومورك، لنشوف الهومورك وينه طلعته بيسان. هلا هاي الورقة بيكتبوا عليها شو التمارين اللي مطلوبة منا، وهذا كتاب بيسو تبع المدرسة لغتي فرحتي. المطلوب عندك الصفحة 49، هاي الصفحة بدك تكتبي 2 تمرين 2 و 3 و 4. أول تمرين بدك تكتبي حرف، هذا حرف شو؟ دا دو دي د. برافو. أضع دائرة حول حرف الدال بأشكاله المنفصل والمتصل، اوكي؟ هي كثير بحب اعمل دائرة هذول الكلمات. هلا صار دور احلى فقرة رح تحبها بيسان، يلي هي المأكولات باللون الزهري. كيك محشي فراولة لون زهري، عصير لون زهري، كمان بيضة عيون شوفوا عليها بيبي شارك، بيضة كيندر لون زهري. بس البيضة ما حصور وقتها افتحها، بصورها فيديو شورت. اشتركوا بالقناة وفوتوا احضروا فيديوهات الشورت لحتى تشوفوا شو حيطلع فيها. هذا عصير صبياني لميدو عشوكولا، وهي بسكوتة كمان عشوكولا لميدو. يلا تعالوا نفاجئ بيسان فيهم. وهلا المأكولات باللون الزهري والكيكة. تفضلي، وهي الكيكة ليكا، وهي كيك كمان باللون الزهري. بس خلص درسك تاكلوه. اوكي بس خلصي درسك تاكليون، وبنصور البيضة شو حيطلع فيها بيضة الكيندر. ان شاء الله يطلع لي لعبة مناتي. ان شاء الله. اشتركوا بالقناة وفوتوا احضروا فيديوهات الشورت لحتى تعرفوا شو حيطلع فيها البيضة. يا ترى هدية صبيانية ولا بناتية؟ ان شاء الله تطلع بناتية. يلا بيسو شو خلصتي الاكلات والهومورك؟ خالصه ما؟ يلا جهزي حالك، رتبي الغرفه السريه لانه بقيان شوي وبيجي ابوكي بدنا نعمل فيه المقلب. مو جاهزه للمقلبه؟ ايوه. بس لحتى ميدو بده يجي يحكي او يعيط او شيء لصص. ايه لا اعمله هيك، لا ما تخبي له هيك تخنقي اوعي. قال لي لصص لا تحكي، بدنا نعمل. ايوه هي اعمل لص تمام هيك بتقلي له لما بده يجي يحكي. ماشي ملتهية بالعصير، همك كرشك انت. اخ اخ منك تمام. شوفي هدول السلاح السلكية، انا اعطيكي واحد لما بدي حاكيكي بشغلة بتفتحي حتى تحاكيني. هاتي واحد معي وواحد معك. ايه وبس لحتى يجي ابوكي اذا بدي منك شي بحاكيكي فيه مشان ما يسمعني. اوكي اوكي جربي لنشوف. بيسو هل تسمعينني؟ ايه هي هو خليه مطفي. دورك احكي انت. كيفك امي شو اخبارك؟ ان شاء الله منيحه. هلا عم بدي منك شيء بحكيكي. اوكي ماشي. بيسو بيسو هل انت جاهزه؟ حول يلا يا بيسان، يلا يا بيسان اجا ابوكي تخبي. جاهزة؟ جاهزة. مين؟ محمود. لك بيسان وحمودة ماني عم لاقيهم، بيسو وميدو ما عم لاقيهم. حكي فيهم؟ ما بعرف. كانوا لك كنا عم نلعب، عم ساوي لهم غرفة سرية لك عملتها، بس لي ساعة عم دور عليهم ما لقيتهم.
وينهم يعني وين بده يروحوا؟ ما بعرف دورت عليهم. هلا يكون عم يلك فيه مقلق. لا ما في شيء بالمطبخ. تخبي 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 عم يدور جوا تخبي انت تخبي. يكون مقلب عاملين فيكي بالبرندة. سكتي حمودة لا تخليه يحكي. نعم؟ يكون مقلب عاملين فيكي بالبرندة. ما بعرف دورت هون كمان. الاثنين ما لقيتيها؟ لا ما لقيت حدا. ما في حدا ما بعرف لك وين بدهم يكونوا راحوا طيب؟ عاملين فيكي مقلب مو معقول. يعني وين بده يكونوا وين بده يروحوا؟ لتكون انت عاملة فيني مقلب. ما انا بدي اعمل فيك مقلب انه خبي الاولاد. يعني بالحمام معقول يكونوا بالحمام؟ والله ما بعرف ما في شيء. ليكون عند الجيران راحوا. ما في إلنا جيران ما بيروحوا لعند الجيران. جاد ابن جارنا بس ما عم تروح لأنه مو فاضي. خلينا ندق عليهم الجيران خبر الناطور شوف رح ينزلوه. لقيتهم رح خبر لهم رح خبر الشرطة شوف وينهم. يلا ظهروا بان عليك الأمان مشي المقلب تعي حيخبر الشرطة أول. محمودة وينها؟ والله ما شفيك المقلب كان رايح يخبر الشرطة عليكم. انت وينك؟ لك عاد والله انك ممثل شاطر والله ما طلع ولا صوت. برافو كنت متخبي هون وشو قلت؟ هذا اللاسلكي خلانا نحكم الخطة بذكاء. انت وينك؟ ما مخبيت؟ شو هاي ما انتبهت لها شو هاي؟ هاي هون عاملين نحنا غرفة سرية باللون الزهري لبيسان حققنا لحلمة عاشت فيها كل اليوم. بس شايفة طلعتي مو على أساس يوم كامل ما تطلعي منها لتاخدي مكافأة. شايفة طلعتي شو؟ أنا قلتلك. طيب خلاص هاي الفرصة هاي فرصة لك مو مشكلة لأنه مشان يمشي معنا المقلب وننبسط فيه. انبسطتي بهالمقلب؟ والله روحناك بهالمقلب. وين خبيتي وين؟ ليش؟ ها؟ هذا شطور. بيسو ميدو ام بي. صار وقت الغداء. تفضلي بيسو. اكلتي المفضلة. كريسبي وبطاطا. روح قلبها بيسان هاي الاكلة. صحتين. عشان ماي بالعنية الزهرية تبعي. انت ما بدك تاكل بالغرفة السرية مع بيسو؟ لا ماما انا شبعت. صحتين وهنا اكلتيهم كلهم. برافو قلبي. يلا بيسو لقد حان وقت النوم بكره في عندك مدرسة. بيسان كل ما بدي الا نامي هيك بتزعل وهي ما بتحب النوم. بدك تنامي هون ولا تقومي تنامي بتختك؟ بدك تنامي هون بالغرفة السرية؟ يلا لكن تعالي نفضيها من الألعاب مشان تنامي فيها. أوكي؟ لا لا بدي خلي الطاولة. طب وين بدك تنامي إذا تركتي الطاولة؟ ما بيبقى مكان. ارفعي لنشوفها. بعد هذا هيك وبنخلي نوم بدك. هيك بدك تطبقي كل شي فوق بعضه؟ ايه حتى إذا نوم. طيب انت كمان بدك تنام هون؟ ما بتوسع. بدي اعمل لك غرفة سرية باللون الأزرق لعلاج. وصلوا هذا الفيديو ل 3000 لايك لحتى نعمل غرفة زرقاء سرية لميدو. تفضل هاي مخدتك كمان. بعدي هيك انا بحط لك اياها. فردي هذا لا تقيمي. حطي المخدة هون سطحي انا بغطيكي. شو بدك تنام معه؟ يلا سطح. والله انك قد التحدي. يلا نامي. جود نايت. وهيك بيسو وميدو هلا رح يناموا بالغرفة السرية الزهرية. كانت بيسو قد التحدي وبكره بدي اشتري لها مكافأة لأنه كانت قد التحدي. قضت نهار كامل بالغرفة وكمان نجحنا بالمقلب يلي عملناه بدادي ببابا. يلا مثل انك نايم. يلا وانتي مثلي مثلك. يلا مثل انك نايم. وانت مو على اساس بدك تنام؟ ايدو ما نام. بس بيسو نامت. ليكو على قد ما انا مبسوطة بهالتحدي وبهاللعبة الغرفة السرية نامت فيها وكملت التحدي. والله بتستاهل. بكرة جيب لها مكافأة. حطوا اشتراك وتابعونا لحتى تشوفوا شو رح جيب لها مكافأة انه قضت يوم كامل بالغرفة السرية الزهرية. يلا باي باي.